عيد الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لحضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، تحيات لحضراتكم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا ان احنا طبعا يمكن بنكون بننزل نيجي شغل من حوالي الساعة 4:30 5 صباحا، فكان في نسبة رطوبة مرتفعة يعني، فطمنا عن حالة الطقس النهاردة. بالتأكيد طبعا نسب الرطوبة المرتفعة تعتبر هي الظاهرة الرئيسية والمؤثرة بشكل واضح خلال الفترة دي. الرطوبة عالية جدا خاصة خلال ساعات الليل، كلنا بنشعر بيها خاصة مع هدوء سرعات الرياح بشكل كبير حتى ساعات الليل. رطوبة عالية جدا بتوصل لأكثر من 90 أو 95% على السواحل الشمالية، وبتظل مرتفعة على أغلب المحافظات الداخلية حتى القاهرة وكمان محافظات شمال الصعيد، وزي ما قلنا بيخلينا نحس بالرطوبة بشكل أكبر هو هدوء سرعات الرياح، وبالتالي خلال ساعات الليل بنشعر بالطقس مائل للحرارة بشكل كبير جدا، برغم ان الحرارة على القاهرة الصغرى خلال ساعات الصباح الباكر بتكون ما بين 26 ل 27 درجة مئوية، لكن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل واضح بيخلينا نحس بيها انها اكتر من كده بشكل كبير. طبعا. كمان خلال ساعات النهار درجات الحرارة مش عالية، درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها على القاهرة بتكون 35 درجة مئوية، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار بنشعر بها كأنها 37 أو 38 درجة مئوية، وبالتالي درجات الحرارة المقاسة نقدر نقول إن معاها الطقس حار خلال ساعات النهار، لكن إحساس المواطنين بالأجواء بيكون ما بين الحر إلى شديد الحرارة. لكن لو اتجهنا إلى محافظات الجنوب في فرق واضح ما بين الكتل الهوائية اللي بتأثر عليهم، وبالتالي القاهرة لما بتسجل 35 درجة مئوية الأيام دي محافظات جنوب الصعيد بتسجل درجات حرارة أكثر من 43 درجة مئوية، فرق واضح ما بين درجات الحرارة على شمال الجمهورية وجنوب الجمهورية، لكن في المقابل محافظات الجنوب بتكون نسب الرطوبة هي الأقل. كمان خلال ساعات خلينا بدأ بنتكلم عن محافظات جنوب مصر، طيب طمنا عن حالة الطقس، احنا كنا بنعيش حالة من عدم الاستقرار في مناطق محافظة أسوان وأبو سمبل كمان والأقصر والوادي الجديد، طمنا حضرتك النهاردة الحالة ايه هناك؟ طبعا من الأمس عادت فرص الأمطار مرة أخرى على مناطق من أقصى جنوب مصر بعد فترة مستقرة تماما ما كانش فيها أي أمطار، وكان الفصل المداري اللي بيسبب الامطار كان في دوله السودان فقط يتحرك جنوبا، لكن منذ الامس السبت بدات الفصل المداري يتحرك عشان يدخل الى حدودنا الجنوبيه المصريه، وبالتالي من امس بدات فرص امطار من خفيفه الى متوسطه ورعديه احيانا على مناطق من اقصى الجنوب عندنا، بنتكلم على مناطق من ابو سمبل وحلايب وشلاتين. فرص الأمطار دي مستمرة النهاردة وحتى يوم الثلاثاء إن شاء الله بنفس الفرص، هي أمطار من خفيفة إلى متوسطة وبعضية أحيانا. هل محتمل إنها تزيد؟ لا، الخرائط أو التوقعات بتشير إنها مختلفة طبعا عن الحالة اللي فاتت. بالضبط، الرقعة بتاعت الأمطار حتى قليلة مقارنة باللي قبل كده، اللي قبل كده وصلت حتى تعدت أسوان ووصلت الأقصر وقنا، لكن الأمطار اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي فقط منحصرة على مناطق من أبو سمبل، مناطق من حلايب وشبكين، لكن زي ما قلنا هي أمطار في أغلبها خفيفة قد تصل أحيانا لمتوسطة ورعدية. وطالما بنقول سحب رعدية على الحدود الجنوبية المصرية بسبب الطبيعة الرملية والصحراوية هناك، السحب الرعدية دايما بيهبط معها رياح هابطة بشكل سريع وبسرعات عالية بتؤدي إلى إثارة قوية للرمال والأتربة على المناطق دي، وقد تؤدي أحيانا إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وبرغم من ده بتكون درجات الحرارة طبعا على محافظات جنوب الصعيد أو أغلب محافظات جنوب الصعيد مرتفعة، يمكن على منتصف الأسبوع درجة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد توصل ل 45 درجة مئوية، وإحساس المواطنين معها ممكن يوصل إلى 46 درجة مئوية.
طيب من اتجاهنا لجنوب مصر، تعالى حضرتك نطمن بقى عن السواحل الشمالية، وخاصة ان احنا يمكن في اخر اسبوع في شهر اغسطس، وهنبدأ يعني استعداد بعد كده للعودة للدراسة مرة تانية. من بداية شهر سبتمبر بتقل شوية السادة المصطفين ان هم يروحوا للسواحل الشمالية، حابين نطمن على حالة الطقس هناك وايضا كمان حالة البحار. يعني لو اتكلمنا عن شمال الجمهورية عموما، احنا كلنا بنلاحظ الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون موجودة خلال ساعات صباح الباكر، مدتها طبعا بتكون قليلة من الساعة 4 الفجر تقريبا للساعة 8 صباحا، بتتلاشى بمجرد سطوع أشعة الشمس. شبورة مائية خفيفة بتكون غير مؤثرة بشكل كبير. السواحل الشمالية تحديدا درجات الحرارة عليها حتى نهاية الأسبوع ده ما بين الـ 32 لـ 33 درجة مئوية، وكالمعتاد هي أقل درجة حرارة على مستوى الجمهورية سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل. كمان ارتفاعات الأمواج معتدلة تماما على شواطئ البحر المتوسط، لا تتجاوز الـ 2 متر، يعني نقدر نقول أن أقصى ارتفاع للموج هيكون حوالي 2 متر على شواطئ البحر المتوسط. بنتكلم عن مطروح، اسكندرية، وحتى شمال سيناء من ناحية الشرق. لكن دايما بنأكد ان ارتفاعات الامواج على شواطئ البحر المتوسط لما تكون في حدود الـ 2 متر هي معتدلة تماما، لكن يجب توخي بعض الحذر معها احيانا، خاصة على شواطئ معينة دي يحددها المسؤولين عن الشواطئ. علشان كده دايما بنأكد باتباع تعليمات المسؤولين عن الشواطئ، صحيح، سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر. وأكيد ربنا يسلم الجميع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو مركز الإعلام بيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 26، العاصمة الإدارية 36، 25، إسكندرية 33، 24، العلمين الجديدة 32، 24، مطروح 32، 25، دمياط 32، 26، بورسعيد 32-27، إسماعيلية 37-25، السويس 37-26، العريش 34-24، كاترين 32-17، طابة 34-27، حلايب 36-29، شلاتين 38-31، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 39-30، الفيوم 38-23، بني سويف 38-24، الوادي الجديد 41-28، أسيوط 40-25، سوهاج 40-26، قنا 42-28، الأقصر 42-28، وأخيرا أسوان 42-29. يعني احنا دلوقتي بنشعر بحالة من الاستقرار في حالة الطقس، الجو طبعا حار لأن احنا ما زلنا مع نسب الرطوبة المرتفعة، فده بيزود إحساسنا بحرارة الطقس، لكن يجب توخي الحذر كمان من ساعات الذروة الصباحية وكمان ساعات الظهيرة، ما نتعرضش بشكل مباشر لأشعة الشمس وشرب كميات مية مناسبة علشان ما نتعرضش كمان الإجهاد الحراري. هرجع مرة تانية لمنة وشاذلي علشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.